هتطبق بي سي ال عند اي واحده فيهم. هتطبق بي سي ال عند ايه؟ اي واحده فيهم. كل مساله بيكون مديهالك بيكون بيقول لك ان انت عندك حاجه، يعني بيكون مديك سيكونس من الارقام زي كده، تمام؟ زي مثلا 550 600 سالب 100 وهكذا. بيقول لك اعمل لي كوانتايز ات يوزنج يونيفورم كوانتايزر ويز تو بت سامبل. وبعد كده يقول لك اند رايت ذا بت ستريم، هنكتب لي بقى البت ستريم اللي هو محتاجه. محتاج حاجه اسمها البت ستريم. وفي النهايه بيقول لك احسب لي الايرور كمان. يبقى هو ببساطة هيكون سيكونس من الأرقام، مجموعة من الأرقام، ومجموعة الأرقام دي في هيقول لك هات لي البيت ستريم بتاعها وهات لي مين وهات لي احسب لي الايرور في الآخر. طيب بتعمل إيه؟ أول حاجة نحسب حاجة اسمها الـ N، لأن ده اللي هو بيقول لك عدد الليفلز اللي عندك. يعني أنت دلوقتي الأرقام اللي هو مديها لك دي عايز تقسمها على كام ليفل؟ طب أعرف إزاي عدد الليفل؟ بيقول لك ان هو عدد الليفل بيكون 2 اس عدد البيت سامبل اللي هو مديها لك ده. هو مديك عدد البيت سامبل كام؟ اهو مديك عدد البيت سامبل 2، تمام؟ يبقى عدد الليفلز او الان هو عباره عن 2 اس عدد البيت سامبل. 2 اس 2 بكام؟ ب 4. يبقى ده اول حاجه بتحسبها له كده، بتقول له الان هو عباره عن 2 اس عدد البيتس اللي هو مديها لك، تقول له 2 اس 2 ب 4. يبقى ده اول حاجه خالص ان انت بتحسب له مين، بتحسب له الان وعدد الليفلز. بتحسب له ايه تاني؟ بعد كده بتحسب له الار والرينج. الرينج بتاعك هو عباره عن ايه؟ الرينج بيكون اكبر قيمه مديها لك في السيكونس كله ناقص اصغر قيمه مديها لك في السيكونس كله. اكبر قيمه كان مديها لك كام؟ اكبر قيمه هتلاقيها كان مديها لك 900، تمام؟ هتقول له ناقص اصغر قيمه كان مديها لك كام؟ سالب 300. هو عباره هتقول له كده ان المعادله عباره عن 900 ناقص ناقص 300، ده هيديك كام؟ هيديك 1200. ده كده مين؟ ده الرينج. يبقى انا في اول خطوتين، اول حاجه بطلع الان عدد الليفلز، ثاني حاجه بطلع الرينج اللي هو اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه. بعد كده بطلع حاجه اسمها الدلتا، تمام؟ الدلتا دي او حاجه اسمها كوانتايزيشن ستيبس، الخطوات اللي انت بتمشيها. الدلتا دي بتكون ببساطه عباره عن ايه؟ بتكون عباره عن ار الرينج اللي انت طلعته، تمام؟ ار على ايه؟ ار على ان. ار على ان، تمام؟ ار انت بتطلعها ب 1200، الان انت بتطلعها ب 4، يبقى 1200 على كام؟ 1200 على 4، تمام؟ يدي لك 300. يبقى الدلتا عندك بكام؟ ب 300. انت دلوقتي احنا قلنا عندك كام ليفل؟ 4 ليفلات. هتكتب له كده الليفل الاول، الليفل الثاني، الليفل الثالث، الليفل الرابع. اهو هتقول له كده الليفل الاولاني هو عباره عن ايه؟ اصغر قيمه كان مديها لك، اصغر قيمه كان مديها لك سالب 300. هتضيف عليها 300 هيبقى عباره عن ايه؟ من سالب 300 لصفر. ما ضفت سالب 300 على سالب 300، يبقى اول ليفل الرينج بتاعه من سالب 300 لصفر. مش معنى 300 بضيفها لان ده الداتا اللي عندي. طيب الليفل الثاني ابدا من اول زيرو، اللي هو بحيث الليفل الاولاني كان من عند زيرو، هضيف عليه 300 يبقى من صفر ل 300. والليفل اللي بعده هيبدا من اول 300 وهضيف عليه 300 يبقى لغايه 600. والليفل اللي بعده هيبدا من اول 600 لغايه 900. انا قسمت الارقام اللي هو كان مديها لي لكام ليفل؟ لاربع ليفلات. بعد ما بطلع كل ليفل بدي لكل ليفل الكود بتاعه. ايه هو الكود؟ اللي هو ترتيبه والباينري، الترتيب بتاعه بالباينري. يعني الليفل الاولاني هو عباره عن 0 0 واللي هو 0 بالباينري يعني. طب الليفل الثاني هو عباره عن 0 1، انك واحد بس بالباينري. الليفل اللي بعده هو عباره عن 0 1 او اللي هو كام؟ اللي هو 2 بالباينري. الليفل اللي بعده عباره عن 3 بالباينري وهكذا، تمام؟ يبقى انا دلوقتي كل اللي عملته اول حاجه بطلع الان عدد الليفل هي الاربعه. الاربعه دي طلعتها ازاي؟ 2 اس عدد 2 اس عدد البيت سامبل اللي هو مديهالي. هو مديني كام؟ 2 4. بعد كده بطلع الرينج اللي هو اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه، 900 ناقص سالب 300 2200. بعد كده بطلع الدلتا. الدلتا هي عباره عن ار اللي هو الرينج اللي مدهوني على الان. ان اللي هو عدد الليفلز اللي هو 1200 على 4 هيديك 300. 300 دي هو اللي انا بزودها كل مره في الليفل. الليفل الاولاني هو بادئ من اول اصغر رقم خالص سالب 300، هضيف عليه 300 يبقى من سالب 300 لصفر وهكذا. هدي كل ليفل كود بتاعه. بعد كده هو طالب مني ايه؟
طلب مني البيت سامبل. البيت سامبل هو عبارة عن ايه؟ ان انا بكتب الارقام اللي هو كان مديها لي، الارقام اللي هو كان مديها لي، كان مديني كام؟ 550، ترتيب كده 550 600 سالب 100 150 وهكذا. هكتب فوق كل واحده وتحت كل واحده كل رقم من ده كان مديهولي في السيكونس بتاعي، الكود بتاعه واقع في انهي رينج. يعني ايه؟ يعني 550 دي واقعه في انهي رينج هنا؟ تقول لي 550 واقعه في الرينج اللي هو رقم 3 اللي هو من 300 ل 600، فهديها الكود عباره عن 0 1. وال 600، 600 واقعه في انهي ليفل؟ تقول لي ال 600 هي موجوده في ليفل 3 وليفل 4، اخد انهي ليفل؟ يقول لك هو ليفل 3 هي بادئه من 300 وواقفه قبل ال 600 بحاجه بسيطه، انما ال 600 هي فعليا بادئه من اول ليفل 4. هتقول له ليفل يبقى 600 كام؟ اللي هو 11. تمام. طيب بعد كده السالب 100، سالب 100 هي موجوده في انهي ليفل؟ هتقول لي في ليفل اللي هو الاولاني اللي هو يبقى الكود كام؟ 00. 150 هو عباره عن كام؟ 01. سالب 300 00. 900 هي 11، الزيرو وقع في الايه؟ الزيرو وقع هنا الليفل الثاني اللي هو 01. 150 11. السيكونس اللي انت كتبته ده كده هو ده البيت ستريم اللي هو محتاجه. تكتب له كل 2 بت بينهم مسافه كده، كل 2 بت بينهم مسافه، ده كده الايه؟ بيت ستريم. بعد كده حد يسأل؟ ايوه ارجع تاني بس. اتفضل. فرضا من الارقام اخرها 1000 مثلا، هزود 300 تاني في اللي بقى ليفل 5 ولا مش هزود؟ لا بص، هو كده كده هيديك الارقام على حسب الليفلات تقسم ازاي. يعني مثلا هو كان 900، هتلاقي الليفلات عندك 4 تمام، انما لو اكتر من 900 هيكون قايل لك بقى اعمل لي بيت ستريم ب 3، بحيث ان انت تقول له 2 اس 3 ب 8 تمام. طب يا باشمهندس، هو احنا لما جينا خدنا ال 600 خدناها في الليفل 4، طب ليه لما خدنا ال 900 خدناها برضو في الليفل 4؟ لا ما فيش ليفل بعد كده بقى، خلاص اخر ليفل بس هي مش موجودة في الليفل 4، لأن احنا قلنا بتقف قبل ال 900 بشوية. ماشي، ما هي مش موجوده فعليا بس ما فيش ليفل بعده خلاص، خلاص تمام. انما ال 600 في ليفل بعده، فعشان كده خدتها في ليفل 4 مش ليفل 3. لو كان قال لي 300 كنت هاخدها في ليفل 3، الصفر هنا الصفر انا خدته في ليفل 2، انما ال 900 خلاص ما فيش ليفل 5، انا اخر ليفل 4 تمام. تمام. بعد ما كتبت البيت ستريم هو بيطلب مني حاجه اسمها الايرور. طلع الايرور ازاي؟ هو بيقول لك الايرور انت تاخد البيت ستريم اللي طلعته اللي هو عباره عن 1 0 1 1 الكلام ده كله. 1 0 ده هتكتب كده هو واقع من رينج كام لرينج كام؟ يعني ال 1 0 ده هو الاول بيت ستريم عندك، هو هتقول لي واقع من 300 ل 600 الرينج بتاعك، هتجيب له الافريج هتقول له 300 زائد 600 على 2 تمام، هيدي لك كام؟ 450. بعد كده الواحد واحد هو واقع من رينج كام؟ من 600 ل 900، هتقول له 600 زائد 900 على 2 طلع لك كام؟ 750. بعد كده الزيرو زيرو ده هو واقع من كام لكام؟ من سالب 300 لصفر، تقول له سالب 300 زائد صفر على 2 طلع لك اللي هو مثلا سالب 150. بعد كده اللي بعده صفر واحد ده هو واقع من كام لكام؟ من صفر ل 300، هتقول له صفر زائد 300 على 2 يطلع لك 150، وهتكمل بقى بقيته لغايه ما يطلع لك الارقام دي كلها تمام. الارقام دي كلها هتطلع لك. بعد كده بعمل ايه؟ بجيب الارقام دي كده لا 450 750 سالب 150 وهكذا، واكتب فوقيها مين؟ اكتب فوقيها السيكونس بتاع الارقام الاساسي اللي هو كان مديني السيكونس الارقام الاساسي كام؟ 550 600 سالب 100 150 300 وهكذا تمام. بعمل ايه؟ بقوم طرح الرقمين من بعض اللي هو مثلا 550 و 450، بس بطرحهم كقيمه عدديه ماليش دعوه بالاشاره، اشارات ماليش دعوه بالاشاره، يعني انا بشوف الفرق بينهم كقيمه عدديه. ايه الفرق بين 550 و 450؟ هتقول لي 100، فبكتب 100 زائد. ايه الفرق بين 750 و 600؟ 150، هقول له زائد. سالب 150 وسالب 100 انا ماليش دعوه بالاشارات في الجمع هنا في الايرور.
ايه الفرق بينهم كقيمة عددية؟ هتقول لي 50، هيبقى زائد 50. هنا 150 و150 هتقول لي زائد صفر. سالب 300 وسالب 150 هتقول لي كام؟ 150. 900 و750 هتقول لي 150. هتقوم جامع كل الارقام دي، هيطلع لك في الاخر ان الايرور بكام؟ ب 850. بس ده اللي طالبه في الايه؟ في السؤال. يقول لك ذا فولوينج سيجنال السامبلد ات 11 تايم بوينت وهكذا، كوانتايز و2 بت سامبل، احسب لي احسب لي البيت ستريم واحسب لي مين كالكوليت ايرور. ده كان اول مثال خالص شرحناه، اول مثال خالص ايه شرحناه. طب فين هتقول لي طب فين السيكونس بتاع، مش كان بيديني سيكونس ارقام كده؟ اه هو هنا مديها لك ايه، مديها لك بس مديها لك في رسمه. يعني هو هنا في الامتحان يا اما هيدي لك سيكونس الارقام في الرسم في المساله كده، يا اما هيديك رسم. طب بطلع سيكونس الارقام ازاي؟ السيكونس بتاع الارقام عندك اهو، اللي هو 5 7 6 1 2 4 7 4 3 2 5. تمام؟ طيب هنعمل ايه بقى في المساله دي؟ احنا قلنا في المساله دي اول حاجه بتطلع الان، الان هي عباره عن ايه؟ 2 اس عدد البيت سامبل. البيت سامبل عندك بكام؟ ب 2. يبقى انت عندك ليفل كام ليفل؟ 4 ليفل. تمام؟ وتطلع الرينج بتاعك، الرينج هي عباره عن ايه؟ اكبر قيمه مديها لك في الارقام دي ناقص اصغر قيمه مديها لك دي. بعد كده بتطلع الدلتا، الدلتا عباره عن ايه؟ الرينج على الان، العدد الليفل ار على ان. بعد ما طلعت بتشوف بقى اصغر رقم بتكتبه ده كده في اول ليفل، وتقوم ضايف عليه الرقم اللي هو بتاع الدلتا. بعد كده تقوم مطلع له الرينج بتاع الايه الليفل الثاني، بعد كده الليفل الثالث، بعد كده الليفل الرابع. بعد كده تكتب الكود بتاع كل ليفل، انت عندك 4 ليفل، فهتبدا من اول ليفل 0 اللي هو 00 لغايه ليفل كام اللي هو لغايه رقم ليفل 11 اللي هو ليفل 3، من 0 ل 3. بعد كده هتكتب له البيت سامبل، البيت سامبل بقى على حسب الارقام دي بتكتب له، بتشوف كل رقم من ده واقع في انهي رينج، بعد كده بتحسب له الايرور بس. تمام؟ طيب